بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب أن الجنة يأتيهم فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم الحديث الخامس من أحاديث هذا الباب عن حكيمة أو حكيمة بنت موسى قالت رأيت الرضا عليه السلام واقفا على باب بيت الحطب وهو يناجي ولست أرى أحدا فقلت يا سيدي لمن تناجي قال هذا عامر الزهرائي أتاني يسألني ويشكو إليه فقلت يا سيدي أحب أن أسمع كلامه فقال لي إنك إن سمعتي به حممت سنة فقلت يا سيدي أحب أن أسمعه فقال لي اسمعي فاستمعت فسمعت شبه الصفير وركبتني الحمى فحممت سنة في الحلقة الماضية نقلنا بعض الأحاديث حول علاقة الجن بالإنس، القرآن الكريم يدل على أن من الجن مؤمنين، ومنهم القاسطون، الفاسقون. وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن، وبعث إليهم الأنبياء والرسل، فأنبياء الجن هم أنبياء الإنس، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وآله رسول إلى الإنس والجن. والجن كانوا يأتون الرسول صلى الله عليه واله ويستمعون الى القران ويولون منذرين الى قومهم كما تلونا الايه الشريفه في الحلقه الماضيه والبعض قد يستبعد امثال هذه الامور ولكن لا بعد في ذلك نحن في ثلاثه مراحل نبين وقوع ذلك المرحلة الأولى الإمكان العقلي يعني هل هذا محال أن يأتي الجن إلى إنس إلى أحد من الإنس وأن يخدمه وأن يستمع إليه وأن يهتدي به هذا محال عقلا يستلزم التناقض مثلا أو محذور عقلي الجواب كلا وليس ذلك من قدرة الله ببعيد المرحلة الثانية وقوع أمثال ذلك في الأمم السابقة القرآن الكريم يدل على أن الجن كانوا يأتون إلى سليمان على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا نون ذلك وكنا لهم حافظين. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هذا بالنسبة إلى الملائكة. فبالنسبة إلى الجن يكون أهون. ففي الأمم السابقة وقع ذلك ودل عليه القرآن. ثم المرحلة الثالثة أحاديث صحيحة صريحة متواترة تدل على وقوع مثل ذلك لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولل... وللأئمة عليهم الصلاة والسلام فإنكار أمثال هذه الأمور التي لا محذور عقلية فيها وقد وقعت بنص القرآن في الأمم السابقة ودلت عليها الاحاديث الصحيحه الصريحه في وقوعها في هذه الامه فالانكار لا يخلو عن ضعف من الايمان. الحديث الخامس من احاديث هذا الباب الذي تلوناه في صدر كلامنا حكيمه او حكيمه بنت الامام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام وجدت اخاها الإمام الرضا عند بيت الحطب سابقا طبخهم كان بالحطب فهناك غرفة وقسم من الدار يضعون فيه الحطب يسمى بيت الحطب وجدته يكلم شخصا بكلام خافت لذا عبرت عنه وهو يناجي فسالته تتكلم مع من قال مع فلان الجني استغربت قالت انت تسمع كلامه قالت نعم. وش المشكلة؟ يعني الله سبحانه وتعالى يرفع الغطاء فيستمع إنسان إلى صوت الجن ويفهم ما يقولون. إذا الله سبحانه وتعالى شاء فلا مشكلة في ذلك. أما أن الجن يتكلمون فيما بينهم فيما بينهم فهذا دل عليه القرآن أيضا. وأما فهم الإنس لكلام الجن، أيضا دل عليه القرآن في آيات سليمان عليه الصلاة والسلام. وأما فهم هذا الكلام فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلا استغراب في ذلك. هسه حكيمة أو حكيمة طلبت من الإمام أن تسمع هي هذا الصوت أيضا يعني يرفع الغطاء عن أذنها لتستمع إلى هذا الصوت الإمام حذرها قال أن هذا الصوت يحتاج لسماعة إلى قابلية خاصة أنت ما عندك تلك القابلية فإذا استمعتيه مرضتي لمدة سنة تصيبك الحمى لمدة سنة هي قالت ما يخالف احب ان استمع إليه فالامام بمشيئة الله سبحانه وتعالى رفع الغطاء عن سمعها فاستمعت صوتا شبه الصفير. وبعد ذلك حمت لمدة سنه. هسه سؤال الامام الرضا وهو يعلم بانها ستُحم تصاب بالحمى. لمدة سنة. كيف رفع الغطاء عنها؟ لمصلحة أهم. أحيانا المصلحة الأهم تسبب أنه الإنسان يتحمل الضرر ولو ضررا كثيرا. نشوف واحد المجاهد يذهب وهو يعلم بأنه يقتل. بعد اكو فوق القتل شيء، لا. لماذا يذهب ويقتل لمصلحه اهم تنفيذا لامر الله سبحانه وتعالى ودفاعا عن الدين الجهاد اذا تحققت شروطه واجب حتى لو علم الانسان بانه يقتل فيه من لا يجوز له الفرار من الزحف لمصلحه اهم احيانا المصالح شنو تتعارض تتزاحم تعبير ادق. فالعقلاء يرجحون الاهم، والشارع خالق العقلاء. الرسول صلى الله عليه واله سيد العقلاء. فحكم الشرع كذلك تقديم الاهم على المهم. الان احيانا واحد مريض الاطباء يقولون انه لازم نقطع رجله، لان فيها مثلا التهابات. هذه الالتهابات إذا استمرت ستصعد إلى القلب ويموت فالأمر دائر بين أن يموت أو أن تقطع رجله ماذا يفعلون؟ يقطعون رجله الأهم والمهم زين. هذه أن تمرض وتصاب بالحمى لمدة السنة هذا ضرر بالغ لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لذلك لكن إذا كانت مصلحة إذا كانت مصلحة إذا كانت مصلحة أهم فحينئذ الإنسان يعرض نفسه لذلك الخطر مو مشكلة لعل المصلحة الأهم أن الإمام الرضا أراد أن لا تشك أن صحيح هي سيدة جليلة بنت الإمام موسى بن جعفر وأخت الإمام الرضا لكنها ليست بمعصومة وقد الإنسان يصيبه الشك فأراد الإمام أن لا يصيبها الشك هذا لعله المصلحة الأهم شنو أهم أنه واحد يمرض سنة لو أنه يفقد دينه حفظ الدين أهم ولعل من المصالح أنها تنقل هذه القضية لأخواتها وهذه القضية تروى لنا وتصل إلينا كما وصلت إلينا ونحن نزداد معرفة وعلما بمقامات الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهذا أمر أهم وأما أنها استمعت صوتا شبه الصفير فلعل صوت الجن هكذا يكون لكن هذا الصفير إلى مفهوم يفهمه من يعرف لغتهم الان مثل الطيور تشوف الطيور لهم اصوات هذه الاصوات كثير من الاحيان هو منطق لهم لكن نحن لا نفهم معناها سليمان عليه الصلاه والسلام ماذا يقول علمنا منطق الطير للطير منطق انت تسمعه بشكل هدير او هديل أو اصوات الطيور لكن لا نفهم منها شيئا الله سبحانه وتعالى يلهم من يشاء لكي يعرف هذه الاصوات. الحديث الاخر عن ابي جعفر عليه السلام الامام الباقر، قال: بين امير المؤمنين عليه السلام على المنبر اذ اقبل ثعبان من ناحيه باب من ابواب المسجد. الثعبان الحية الكبيرة. عصى موسى عليه السلام في القرآن تارة يعبر عنها بحية تسعة أحيانا يعبر عنها بثعبان مبين لأن حالاتها مختلفة كانت أحيانا بشكل حية عادية أحيانا بشكل حية كبيرة إذ أقبل ثعبان من ناحية باب من أبواب المسجد اللي هو الباب الشمالي عكس اتجاه القبلة فهم الناس ان يقتلوه فارسل امير المؤمنين ان كفوا اتركوه فكفوا واقبل الثعبان ينساب انساب الماء يعني جرى بسهوله انسابت الحيه يعني جرت بسهوله واقبل الثعبان ينساب حتى انتهى الى المنبر فتطاول يعني رفع نفسه فسلم على امير المؤمنين عليه السلام فاشار امير المؤمنين اليه أن يقف حتى يفرغ من خطبته، اصبر حتى أكلم الناس أكل أخلص الخطبة. ولما فرغ من خطبته أقبل عليه فقال من أنت؟ فقال عمرو بن عثمان، لأن الجن أيضا لهم أسامي وقد تكون أساميهم شبيهة بأسماء البشر. وقد أتيتك يا أمير المؤمنين، فقال عمرو بن عثمان خليفتك على الجن. يعني عثمان اللي هذا عمرو ابنه هذا عثمان كان خليفة أمير أمير المؤمنين على الجن. مسؤولهم كان يبين لهم الأحكام. فهذا عامر ابن ذاك الخليفة عمرو بن عثمان خليفتك على الجن وإن أبي مات لأن الجن أيضاً يموتون وأوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك الآب اللي هو الخليفة على الجن مات فأمر ابنه أن يأتي إلى أمير المؤمنين أنه من تخلي خليفة على الجن من بعده وقد أتيتك يا أمير المؤمنين إن يعني نفذت وصية أبي فما تأمرني به شنو أمرك عني بالخدمة وما ترى يعني الوصية شنو رأيك فيه من تخلي خليفة هو فعل ثلاثه افعال اولا ادى الوصيه الشيء الثاني بين للامام انه بالخدمه شنو يامره يفعل الشيء الثالث انه بالنسبه الى مضمون الوصيه شنو رايك من يكون خليفه على الجن من بعد ابي فقال له امير المؤمنين عليه السلام اوصيك بتقوى الله هذا اول شيء وان تنصرف فتقوم مقام ابيك في الجن فانك خليفتي عليهم قال فودع عمرو امير المؤمنين وانصرف الامام الباقر يقول فهو خليفته على الجن يعني هو باقي الى زمان الامام الباقر فقلت له جعلت في ذاك فياتيك عمرو وذاك الواجب عليه قال نعم احنا ذكرنا في الحلقه الماضيه الآية الشريفة في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن مجموعة من الجن جاءوا إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا استمعوا جيدا فلما قضي الرسول انهى تلاوته للقران ولوا الى قومهم منذرين يعني كما ان هناك منذرون في الانس فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون كذلك هناك مجموعة من الجن ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى الى اخر الايات الشريفه. وهذا الامر لم ينقطع برحيل رسول الله محمد صلى الله عليه واله، لان الحجه مستمره والائمه اوصياء رسول الله صلى الله عليه واله. فلذلك كما كان الجن يذهبون الى الرسول ويرجعون الى قومهم منذرين كذلك يذهبون الى الائمه عليهم الصلاه والسلام ويرجعون الى قومهم منذرين. الحديث الاخر من احاديث هذا الباب حديث طويل حول قضيه جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي كان من ثقات من ثقات اصحاب الامام الباقر عليه الصلاه والسلام ومن الاجلاء. وفي بعض الأحاديث أنه حفظ سبعين ألف حديث من الإمام الباقر عليه السلام، وكان شخصية متميزة في الكوفة، هذا حج، فلما رجع من الحج في الطريق الإمام الباقر أرسل إليه جنيًا، مسافة بعيدة بس الجني في لحظة واحدة وصل إلى جابر واوصل اليه كتابا الامام امره بان يظهر الجنون وبعد ذلك تبين سبب ذلك بعد فتره هشام ارسل الخليفه الاموي السلطان الاموي ارسل الى والي الكوفه ان يضرب عنق جابر ابن يزيد الجعفي الوالي شاف هذا مجنون فتركه مجنون بعد خلص لا يخشى منه وجابر في الوقت الذي كان يتظاهر بالجنون يذكر كلام اجد منصور جمهوري اميرا غير مأموري ولعل الأمر طول 12 سنة يتظاهر فيها بالجنون فديوم من الأيام بعد هذه الفترة وجدوا جابر أظهر العاقل وجلس في المسجد ويقول حدثني محمد بن علي عليه السلام بكذا وكذا بعد أيام وصل خبر موت هشام والسلطان اللي بعد الوليد غير الوالي وجعل الوالي منصور ابن جمهور هذا اللي كان من قبل 12 سنه جابر يلهج باسمه وذاك الوقت لما جابر كان يلهج باسمه ما حد يعرفه اصلا شخصيه مغموره كانت تسمى مجهوله فتبين أن ما كان يفعله ما كان يفعله جابر كان إظهارا للجنون وليس جنونا حقيقيا زين ليش الإمام أمر بذلك؟ لأن هذا كان حافظ سبعين ألف حديث لو كان يقتل هذه الأحاديث كانت تندثر كانت تروح ماكو واحد مثله فالامر دار بين الاهم والمهم ان يقتل جابر او ان يظهر جنونا وكان ذلك الجنون سببا في حفظه لمصلحه الدين هذا الرجل العظيم 12 سنه او اكثر يظهر الجنون قضيه صعبه جدا يعني انت الان تشوف شخصيه محترمه اجتماعيه عالم كبير مثلا او شيخ عشيره او رئيس فجأة يظهر الجنون والناس هم يتضاحكون عليه والاطفال يجتمعون عليه وهو عاقل مو مجنون، عاقل يظهر الجنون هذا ايش قد يتالم؟ لكن مصلحة الدين اهم، الانسان يفدي بنفسه واهله وماله للدين وكان في ذلك مصلحة الدين على النعمان بن بشير قال كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفي عندما رجع من الحج المزامل الناقة مثلا يوضع عليها راحل أو شيء يشبه الراحل واحد يقعد هذا الطرف واحد يقعد ذاك الطرف حتى يصير توازن فكل واحد منهما زميل للآخر كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفي فلما ان كنا بالمدينه يعني بعد ما رجعنا من الحج، دخل على ابي جعفر عليه السلام على الامام الباقر فودعه وخرج من عنده وهو مسرور حتى وردنا الاخي الاخيرجه اول منزل نعدل من فيد الى مكه سابقا الطريق هكذا كان اهل العراق حينما يذهبون الى الحج من وسط الصحراء يوصلون الى منطقه اسمها فيد والطريق يصير طريقيا طريق الى مكه وطريق الى المدينه ففيد هي الملتقى طريق مكه وطريق المدينه اذا تطلع من فيد الى العراق انت توصل الى منطقه تسمى الأخيرجة أول منزل نعدل من فيد إلى المدينة يوم جمعة فصلينا الزوال صلينا الظهر في يوم الجمعة فلما نهض بنا البعير إذ أنا برجل طوال يعني طويل جدا آدم آدم يعني لون حنطي فيه أدبة معه كتاب هسه المسافة بين فيد والمدينة يمكن حوالي 200 300 400 كيلومتر فناوله جابرا الكتاب يعني الرسالة ناولها جابرا فتناوله فقبله ووضعه على عينه وإذا هو من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد مكتوب على ظاهر الرسالة وعليه طين أسود راطب إن هذا الجني اللي بصورة هيئة رجل جاء بهذا الكتاب لتوه الطين لا زال رطب الطين الختم فقال له متى عهدك بسيدي قال الساعة الآن شنت يمه فقال له قبل الصلاة أو بعد الصلاة فقال بعد الصلاة يعني تو الآن الإمام خلص الصلاة ناولني الكتاب أنا خلال لحظة جبت لك إياه ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه يعني يقرأ يبين أنه جدا مرتاح حتى أتى على آخره قرأ كل الرسالة ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة لأنه أمر صعب جدا الإمام يأمره أن تظهر الجنون صحيح ومسلم صحيح هو راضي بما قاله الإمام له ومما أمره به لكن يتألم ذكرنا فيما مضى الألم لا ينافي الرضا واحد مريض الطبيب يجي يكوي أو يعطي أدوية مرة جدا هو برضى يستعمل الأدوية لكن يشعر بالمرارة وجهه يتقطب حتى وافى الكوفة، فلما وافينا الكوفة ليلاً، بت ليلتي فلما أصبحت أتيته إعظاماً له، يوم الثاني رحت له إعظاماً له مع إنه أنا كنت مسافر وياه، لكن إعظاماً له لأنه شخصية علمية كبيرة، ذهبت إليه فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب، الكعب بين عقدة وعقدة من القصب يسمى كعب، فتشي مثلاً مخليه على عنقه مثل الصبيان مثل المجانين وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة ما أخذ لفد عودة قصبة مخليها بين رجليه كأنه مثلا حصان كما يفعله الأطفال والمجانين وهو يقول أجد منصور ابن جمهور أميرا غير مأمور هذا كلام يقوله من اليوم الأول حتى بعد 12 سنة عندما يرجع إلى ما كان عليه واحد لا يقول لا هذا كان مجنون بعدين رجع إلى العاقل لا يتبين أنه من الأول كان تخطيط من الأول كان برنامج وأبياتا من نحو هذا فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له وأقبلت أبكي لما رأيته واجتمع علي وعليه الصبيان والناس وجاء حتى دخل الرحبة الرحبة ساحة كبيرة كانت بجانب مسجد الكوفة مثل الصحن وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون جن جابر بن يزيد جن فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام ابن عبد الملك إلى واليه أن انظر رجلا يقال له جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وهشام كان طاغية هو الذي قتله زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام وعشرين سنة حكم يعني مو يوم يوميا فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه فالتفت إلى جلسائه والي الكوفة فقال لهم من جابر بن يزيد الجعفي قالوا أصلحك الله كان رجلا له علم وفضل وحديث وحج فجن صار مجنون وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله أعوان الظلمة يدرون أعمالهم خاطئة يدرون هي ذنوب وأحيانا لا يرغبون في ارتكاب بعض الجرائم بس حب الدنيا يعميهم إذا الأمير أمره يفعل ما أمره الأمير حفظا لمنصبه مع أنه يدري عمل خطأ فاذا صارت له فرصه تهرب من ذيك الجريمه يفرح يقول الحمد لله اللي ما ارتكبنا هذه الجريمه فاشرف عليه فاذا هو مع الصبيان يلعب على القصب فقال الحمد لله الذي عافاني من قتله قال قال الراوي اللي هو نعمان ولم تمض الايام يمكن حوالي 12 سنه لانه بين استشهاد الامام الباقر وبين موت هشام ابن عبد الملك 12 سنة ف متى كان جابر قد ذهب إلى الحاج قبل استشهاد الإمام الباقر بسنة سنتين ثلاث سنوات يعني المدة طويلة سأقل تقدير 12 سنة ولم تمض الأيام حتى دخل منصور ابن جمهور الكوفة صار والي الكوفة ولم يكن مامورا بقتل جابر وصنع ما كان يقول جابر، ما كان شنو كان يقول جابر؟ أرى أجد منصور ابن جمهور أميرا غير مامور وجابر جلس وبدأ ب بيان الأحاديث الدين أهم من كل شيء، الدين أهم من النفس الدين أهم من العِرض، الدين أهم من المال إذا واحد عالم فاضل شخصية إلى ما أواجه في الاجتماع للدين بأمر الإمام يظهر الجنون لحفظا للدين نعم يفعل ذلك صعب نعم صعب الإمام الحسين في يوم عاشوراء حسب المروية عنه ماذا قال قال الموت أولى من ركوب العاري لو خيره الإنسان بين العار وبين الموت يختار الموت والعار أولى من دخول النار لو صار الأمر بين أن يكون عليه عار أو يدخل النار أو يدخل النار لا يتحمل العار ولا يدخل النار لأن رضا الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمورنا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين